هذا استمرار لأكبر حملة مطاردة ساحرات، فلدينا الآن قاض متمرد ولم يذكر كل الحقيقة فقط، وهذا جزء فقط. فلدينا أيضا مدعى عام هو عنصري وقالت بأنها تعرف كل شيء عني، وهي تستعمل هذا طبعا أو استعملت هذا لتكون حاكمة للولاية، ثم عادت وقالت الآن أعود لملاحقة ترامب، وهذا ما لدينا. أظن بأن هذا خزي، ولرؤية طبعا كل بياناتي المالية فإنها رائعة، وبالنسبة للأرقام التي ذكرت وأيضا الشبكة فلم يتأثر أي بنك ولم يتضرر أي بنك، لذا لماذا هم يتدخلون؟ ولا هم لا يصدقون بأنهم، لا أصدق أنهم ينخرطون في هذا، لأنهم لم يكن هناك إفلاس ولا مشكلات ولا أي شيء. لقد كنت زبونا نموذجيا، وفي الوقت ذاته أولئك الذين قتلوا أولئك الضباط في نيويورك ليس هناك أي شيء. البنوك قد مثلت بأكبر وأعظم شركات المحاماة في ولاية نيويورك، وبعض وفي كل الحالات كما قلت البنوك حصلت على أموالها ولم يكن هناك أي إفلاس، لم يكن هناك أي مشكلة، كل شيء كان مثاليا، لم يكن هناك أي جريمة. الجريمة هي ضدي لأن لدينا الآن مدعيا فاسدا ولدينا مدعيا عاما فاسدا، وكلهم يأتون من وزارة العدل، كلهم نسقوا هذا في واشنطن لأنني أتقدم كمرشح، وأتقدم على بايدن بعشر نقاط، وأتقدم على الجمهوريين بخمسين وستين نقطة. وهذا طبعا هم يقولون إن السباق قد انتهى، ولكن أنا لا أقول ذلك، إن هذا تدخل في الانتخابات، هذا بكل بساطة، ومحاولة الإضرار بي لأن الأداء أداءهم ليس جيدا. لدينا الآن البلاد التي تعاني، لدينا ناسا يقودون البلاد ولا يعرفون ما يدور، وهم يغطون الآن كل أفعالهم، ما فعلوه بالحدود المفتوحة وأسعار الفائدة والضرائب، هذا خزي وعار. إذن ما موجود هنا هو محاولة للإضرار بي في الانتخابات، إنها محاولة للإضرار بي في الانتخابات. هذا لم يحدث من قبل، حيث رئيس للولايات المتحدة خرج من السلطة وتوجه إليه اتهامات، وسبب توجيه الاتهامات لأنني ترشحت مرة ثانية. لو لم أكن مرشحا لجلست على الشاطئ الآن وأستمتع كما يستمتع بايدن. إذن بكل بساطة إنها حملة مطاردة للساحرات وهذا خزي، ولدينا مدعى عام هنا أو مدعية عامة فاسدة، وهذه المحاكمة الآن يتم تسريعها، كان يمكن أن تجرى قبل سنوات ولكنهم انتظروا حتى أكون في خضم حملة انتخابية، وكل الاتهامات والمحاكمات الأخرى كلها من وزارة العدل التي هي فاسدة في واشنطن، كل شيء يمر عبرهم، كلهم فاسدون، وصراحة بلدنا فاسدة. ولهذه الأسباب أنا أترشح، علينا أن نصلح الأمور. هناك عقار ما بين 100 أو 150 من قيمتها لما وضعته المحكمة وقالت إنها 18 مليونا، والعقار يساوي ربما من 50 إلى 100 مرة قيمة ذلك. لدينا طبعا عقارات أخرى، إذن هم قللوا قيمة العقارات، وأنا لم أضع كل أفضل أصولي وهي باسمي، انظروا إلى قيمها، فقيمتها هي أكثر من كل شيء، وأنا اسمي طبعا مقدر كثيرا، وأنا لو أردت أن أبني أي شيء فأنا قد بنيته باستعمال الاسم، هذا الاسم الكبير. فالعقارات الكبرى، نحن من ضمن أفضل العقارات في العالم، ولا ينبغي أن أمر بكل هذا لأسباب سياسية. كما قلت القاضي سياسي، وسبب أنه ليس هناك معارضة له لأنه يلاحق ترامب، هم دائما طبعا ليس هناك أي شخص يعارضهم، يقولون للناس لا تعارضوهم لأنه يلاحق ترامب، ولكن أظن بأنه ينبغي أن يتم التحقيق معه لما فعله،
فما فعله بتقليل قيمة عقاري هو خزي للبلاد. وأيضا لدينا أيضا فقرة في العقد تقول بأن العقد إذا نظرنا وإذا تحدثنا إلى البنوك، وآملوا بأنهم تحدثوا مع البنوك، هل حصلت البنوك على أموالها؟ آملوا أن يتحدث مع البنوك. ولكن لدينا كما قلت فقرة في العقد هي وتقول بأنه حين يتم النظر إلى البيانات المالية لا تصدق أي شيء تقرؤونه، وهذا من البداية. لا تؤمن بأي شخص بأي شيء. بعض الناس يقولون بأن هذا يظهر بأن كل البيانات التي تبدو بأنها ليس لها قيمة، يقولون ابحثوا بأنفسكم، افعلوا هذا الأمر، وعليكم أن تقرأوا البيانات بحذر. لا تؤمن بكل شيء، لا تصدق كل شيء. ولكن طبعا الناس قرأوا ولكنهم لم يوافقوا على ذلك وحتى لم يستعملوا ذلك. إنها فقرة موجودة دائما ومعروفة، وتكتب حين يكون لديك الوقت لكتابة كل البيانات، وهذا ما يسمى طبعا التخلي التام. نحن الآن نخلي مسؤوليتنا، ولكن مع ذلك الإخلاء للمسؤولية والذي يخرجك من أي قضية إفلاس أو أي اتهامات. وحين المدعي العام وجد بشأن هذا قال حسنا دعونا نتقدم. إذن كما قلت هؤلاء ناس فاسدون وأكثرهم فسادا. لدينا شركة عظيمة، أنا أنشأت شركة عظيمة ولديها قيمة عظيمة ولديها أفضل العقارات في العالم، والآن علي أن أحضر أمام قاض متمرد، وذلك كاستمرار لقضية روسيا 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 وملاحقة الساحرات. ولا أعتقد أن الأمريكيين سيسمحون بهذا. لو لم أكن أقد في كل الاستطلاعات ولم أكن أترشح لم أكن لواجه هذه القضايا، ولا أراكم في هذا الصباح، وربما سأراكم، لأنه كما قلت هذا شيء فظيع يحدث لبلدنا وعلينا أن نصلح هذه الأمور. إذن سنرى كما قلت قاضيا متمردا وسنستمع إليه، وأعتقد أن معظم الناس يعلمون، وأقول لكم إن الناخبين يعلمون، لأنهم طبعا يوجهون إلي اتهامات مزيفة وأنا أتقدم، وهذا لم يحدث في السابق. هذا عار وخزي. والمدعي العام كما قلت الآن، أنا لا أعرف ما إذا كان ينظر إلى كل التجارة والتدفق التجاري. الشركات تفر من نيويورك بسبب هذا المدعي العام والقضاة الموجودين كالذي هو موجود اليوم، وحيث تذهب الشركات إلى مكان تحترم فيه. شكرا جزيلا، شكرا جميعا.